السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم غنقدم لكم طاجين بكفتة السديد، كيجي بنين ولذيد وسهل التحضير، ومكوناته بساطة. كنتمنى يعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الزر الأحمر، ولا تنسوا جيم وتشجيعاتكم التي تحفزنا. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو كيلو ونص ديال السديد منقع على هذا الشكل، مزوله ليه القشره وشويكات. انا تركت لكم شي سرديلات باش نوريكم الطريقه كيفاش تنقيو. كيلو ديال المطيشه اي الطماطم، واحد حبه فلفل، الملح، ثلاثه المعالق قزور معدنوس، نص كاس ديال زيت الزيتون او زيت نباتي، واحد المصيره ورق سيدنا موسى، ها هما على هذا الشكل كيتوالتو مع الحوت مزيان، سته الفص ديال الثوم، معلقة صغيرة ديال الطماطم المصبرة، هاد السودانية هادي هي قبطناها وقبطنا هاد السودانية هي طحناها صبحت على هاد الشكل. كناخدو معلقة أو نص معلقة حسب الذوق، نص معلقة ديال البزار، معلقة ديال الكمون، معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال سكنجبير، معلقة ديال البابريكا أي التحميرة. الآن غادي نوريكم كيفاش نقيو هاد السرديلة. كناخدو هاد السرديل، ها هو كنديرو ليه على هاد الشكل، كنبقى نزولو ليه، كنزول ليه هاد القشرة ديالو مزيان، لأنه إلا باش يصبح كفتة مزيانة ما فيها لا شوك لا والو، ها هو على هاد الشكل، ها هو. على هذا الشكل كنبقاو هكذا كنحصلوا على هذه القشره، هي شتيها نقيناها منها مزيان، واخا في هذه القشور ما كاين حتى مشكل. غادي نحاولوا نقيو، نحاول نشوف الا باقي شي شوك، لان انا الوليدات عندي ما كيبغيوش هذه الشويكات، كنقولهم تنقيوه ليهم مزيان. هاهو كنعاودو ناخدو التانية، هاهي كنبقاو هكدا كنستعملوها حتى تنقيو كلشي مزيان. ها كنديرو هكدا على هاد الشكل، ها على هاد الشكل، كنبقا نزولو القشرة. انا ما كنخليش ليه القشره ديالو، كاين اللي كيخلي ليه قشره ولكن ما كتعجبنيش، باش حتى الا طيبناه ما كتبانش فيه ديك الكحوليه، كيكون هكاك ابيض وجيد. ها هو وكنبقاو مستمرين على هذا الشكل حتى نكملوا الكل. بسم الله على بركه الله، بعد ما نقيناه صبح على هذا الشكل، ها هو منقي مزيان كلشي. الان غادي نحاولوا نطحنوه، نطحنوه في هذه الاله او الاله اليدويه. هذه الاله هي حتى هو راه كيجي مزيان، كيطحن مزيان. بسم الله على بركه الله، كنصبوا هذا السردين ديالنا، هو كنستعملوا القليل من الملح، القليل ما نكثوش ملح بزاف. انا دائما كي كنقول لكم الملح حسب الذوق. نص هاد الثومه بعد ما حكيناها صبحت على هاد الشكل، نص تاع هاد المعدنوس قزور معدنوس، ها هو النص ديالو، لان هاد النص ديالو باقي بغينا نديرو في مطيشه لاصوص. كنقبطو هاد النص مصيره، حتى هي كنستعمل هاد النص مصيره، كنخليو هذا التزيين. بسم الله، كنحاولو نطحنو ونوقفو باش ما يتعجنش، الا يجينا معجن بزاف. بعد ما طحناه صبح على هذا الشكل، هانتوما كي كتشوفو، ها هو طحن مزيان.
يعني كنزوله ها هو. بسم الله على بركة الله كنزوله هو على هذا الشكل. هو كيف كيجي كيجي في المنظر هائل، وحتى اللون ديالو كيكون لون ماشي كحل، ديك القشره ديالو لان هي اللي كتكحلو. الان بعد ما صبحت الكفته ديالنا صبحت جاهزه على هذا الشكل، كنحاولوا نديروا تقريبا نص معلقه ديال الخرقوم. سكنجبير كندير نص القوام تاع داك العطيه اللي قدمت لكم، سبق لي قدمت لكم نص معلقه ديال بابريكا، لان هذا النص الاخر اللي تركنا غادي نديروه في لاصوص. بسم الله الملح راه سبق ليا طحنطناها. كنمزجوا هذا الخليط مزيان بيدينا، انا كنفضل العمل ديالي بيديا باش نخلطوه مزيان. بعد ما مزجنا الكفته ديالنا بالقوام، الان غادي نوضعوها في الثلاجه مده تقريبا نص ساعه حتى لساعه، باش ما بقات في الثلاجه كتشرب القوام ديالها وكتجي واقفه مزيان. الان كناخذ هاد الطماطم كنقطعو على جوج. بسم الله على بركه الله كنحاولوا نزولوا ليها بعض الشيء، هاد الزريعه على هاد الشكل ها هو، كنزولوا ليها هكذا. كنزولها ناخذوا هذا الشكل الغليظ هو هذا، هي باش كنحكوا هاد الطماطم كنبقاو نحكوها مزيان. بعد ما حكينا مطيشه صبحت على هذا الشكل، كناخذوا هذا الزريعه وهاد الملس اللي زولناه مطيشه كنقبطوا كنصفوه ما كنضيعوش. بسم الله على بركه الله. قبل ما نبدا واحد النقطه مهمه، هي واحدة مشتركة قالت لي بان قتما عملت اللحم في الطاجين كيتشقق ليها. انا كناخذ هذا الطاجين، يعني عندي فيه هاد القزديره، وقبل ما يكون هذا الطاجين كنستعمل تحت الطاجين عادي هذا القزديره، ولكن الحمد لله حيت ولا متوفر في الاسواق وليت كنستعمل بزاف هاد الطواجن. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، قبل ما نستعمل الطاجين على النار ما نديروش هكا واحد بوحدو، لان الا درناه كيتشقق. كنديرو فيه الزيت ولا كنديرو فيه شي حاجه عاد كنشعلو عليه النار. بسم الله الان نبداو على بركه الله. كنصبو الزيت ها هي الاولى، وكنشعلو على الطاجين، كنستعملو فيه هاد الطماطم. كنعملو قليل من الملح، هذا قليل من الملح، وكنتركو هاد المطيشه حتى تتقلى مزيان. الان بعد ما خلينا المطيشه ديالنا كتقلى نحاولوا نشوي هاد الفلفله. شوها باش نديروها في الطاجين. كنستعملوا هاد الحديد، واللي عنده هاد القطيب كنستعملوا، ولا اللي عنده شبيكه صغيره فاش كنشويو فيها يستعملها. كنحاولوا نشويها مزيان. بعد ما تشوفات الفلفله ديالنا ها هي كيف كتشوفوا صبحت على هذا الشكل، غادي نقطوها ونقيوها مزيان ونقطعوها قطع طويله ونتركوها حتى نزينوا بها الطاجين. بعد ما تقلات المطيشه ديالنا بعد الشيء كنضيفوا العطريه، نص ديال العطريه اللي باقي لنا اللي درنا ديال الحوت. بسم الله هذا سكنجبير، هذا الكمون، هذه بابريكا، هذه السودانيه حارة حسب الاختيار اللي بغي يديرها اختيارية. باقي ديالكم ها هو الثوم، ورق سيدنا موسى اي ورق الغار، هاد اللب ديال المصير ها هو، خرقوم، قليل من البزار، مدنوس، قزور مدنوس،
كنقلطو واحد القليل القليل ديال الماء، ها هو كنذوبو فيه هاد مطيشه مطيشه ديال الحك، وكنمزجو هاد الخليط مزيان وتنتركوه حتى تيتقلى بعض الشيء، تقلى مزيان باش عاد نعملو فيه السردين ديالنا. بسم الله، بعد ما خرجنا الكفته ديالنا ديال السردين من الثلاجه كناخذوها كناخذ واحد قليل من الماء وكنعملوا كويرات. الكويرات حسب الاختيار ديالكم، كاين اللي بغاه كبير كاين اللي بغاه صغير، حسب الاختيار ديالكم هما كنكوروهم. راه كتجي الكفته حيت نخشيوها في الثلاجه كتوقف ها هي بهذا الشكل هكا، وكنديروا شويه الا سقطنا في يدينا كنديروا شويه الماء المره الاولى كنشوف الى لصقت لينا، ها هو على هذا الشكل هكا تجي هائله لا في المنظر لا في المذاق. وكنبقاو مستمرين حتى تنهيو الكل. الان بعد ما تقلات مطيشه ديالنا صبحت على هذا الشكل كنعملوا هذه الكفته، وكتكون النار عاليه ها نتوما كتشوفوا بسم الله باش ما تعجنش لينا الكفته. كنتركوه هكذا حتى تيبدا يطيب من التحت، عاد نحاولو نقلبوه عاد نقصو عليه النار. بعد ما طابت الكفته ديالنا نص طيبه، الان حنحاولو نقلبوه على الجهه الاخرى على هذا الشكل هكذا، ونار راه هي عاليه ونتركوها على طيب من التحت بعض الشيء حتى تنحسو بها انها طابت واحد 3 دقائق، عاد نقصو العافيه ونتركو الطاجين ديالنا كيطيب على المهل. هاهو بعد ما طاب الطاجين ديالنا الطاجين تاع السردين ديال الكفته، الان غادي نقدموه. وقبل ما نقدموه غادي نحاولو نزينو بهاد الفليفله، راه شويناها ونقيناها كتجي في المنظر حتى هي جميل، كيجي طاجين شهي. بعد ما وضعنا الفلفله والمصير وزين على الشكل غنطفيو عليه النار ونقدموه. الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا جا على هذا الشكل، كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم ابونوا معنا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وشجعونا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.